بعد اتهام آدم بخطفها، من هي إنجي خوري التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا؟ أنا قدرت امبارح أحط فيديو من عند رفيقتي، قلتلك إنه كانت مخطوفة يومين، مش أنا هيدا اللي طلعوا حاطين إنه بسب الدولة وما بعرف شو، مش أنا هيدا الفنانة اللي خطفتني. خلال الساعات الماضية أثير جدل واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الفنانة إنجي خوري بعد اتهامها للمطرب اللبناني آدم بالاعتداء عليها جسدياً واختطافها بصحبة المطربة اللبنانية قمر، حيث نشرت عارضة الأزياء اللبنانية إنجي خوري بعض الصور تظهر الإصابات التي تعرضت لها نتيجة الاعتداء الجسدي عليها من قبل المطرب اللبناني آدم، حسب قولها في محضر رسمي قامت بنشر صورته الضوئية، كما توعدت بالاستمرار في الملاحقة القانونية. وعقب تداول هذه الواقعة تساءل الكثيرون بشأن إنجي خوري التي تعرف بأنها فنانة وعارضة أزياء سورية الأصل، لديها أخ واحد فقط، يقال أنها هربت من أهلها بعد اعتداء والدها عليها في سوريا وانتقلت إلى العيش في لبنان. اشتركت في العديد من فيديوهات الفيديو كليب، منها فيديو بعنوان يلا نولعها. اشتهرت إنجي خوري على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة شبه العارية والتي تلقت عليها العديد من الانتقادات اللاذعة. إنجي خوري تمتلك أكثر من 800 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وتشتهر بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل والتي دائماً ما تتحدث فيها عن العلاقات الجنسية. وكانت إنجي خوري توعدت بملاحقة الفنان آدم قضائياً، حيث نشرت صورة ضوئية تدعم ما تزعمه من تحرير محضر رسمي ضد الفنان آدم، لافتة إلى أنه حينما تم خطفها تم نقلها إلى منطقة صبرا، وهناك قام بتقييدها وضربها لمدة يومين قبل أن يتركها، متهمة إياه بأنه استعان بثلاثة شبان لتنفيذ هذا الأمر، وذلك بعد خلافها مع الفنانة قمر.